السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده يا شباب هنتكلم عن الباتري مانجمنت سيستم. الباتري مانجمنت سيستم وده موضوع مهم جدا، عايز الناس تركز معايا. في ناس عندها مخاوف كتيره جدا في السيارات الكهربيه من البطاريات، يقعد يقول لك البطاريات بتحصل فيها مشاكل. طيب والدول اللي فيها درجات حراره عاليه المشاكل المفروض تمام بتحصل اكتر، وده تخوف شديد من الناس. يا اخوانا احنا بنشتغل في البطاريات بسيستمز مهم جدا فيها السيفتي، فعاملين سيستم بيعمل تحكم على البطاريات بنسميه باتري مانجمنت سيستم. باتري مانجمنت سيستم BMS. الباتري مانجمنت سيستم انا بتحكم او بعمل كنترول على ثلاث حاجات على الاقل. رقم واحد، بعمل كنترول على التيار، على الكرنت، بقيس التيار اللي موجود على الموديولز او على البطاريات تمام، وكل موديول او كل سيل بيبقى عليها كرنت ديتكتورز بقدر من خلاله احدد قيمة التيار، ولو زاد التيار تمام عن حد معين او قل التيار كمان عن حد معين بعمل او باخد اكشنز علشان ابدأ احمي السيستم بتاعي. النوع التاني بقى رقم واحد الكرنت، النوع التاني الفولتج. الفولتج انا بعمل كنترول على الفولتج اللي هو الجهد الخاص بكل سيل او الجهد الخاص بكل موديول تمام، وده مهم جدا ان انا ما يزيدش الجهد عن قيمة معينة او ما يقلش عن قيمة معينة، فانا بالتالي بحط قيم تمام، لو زاد عنها او قل عنها تمام باخد اكشن عشان اعمل عملية حماية للبطاريات. المعامل الثالث اللي هو التمبريتشر او درجات الحرارة. اول ما بتسخن البطاريات انا من خلال البي ام اس باخد اكشن تمام، او بتقل درجات الحرارة عن حد معين في الاماكن الباردة برضو باخد اكشن تمام في حاجة معينة. ده كله انا بحطه على الباتري بات، الصندوق الكبير بتاع البطاريات اللي موجود اسفل البطارية ده او اسفل السيارة عفوا، بنسميه الباتري باك. ده عبارة عن صندوق حتة واحدة الباتري باك وجواه موديولز 12 موديول 18 موديول 8 موديول وهكذا. جوه كل مديول فيه الليثيوم ايون باتريز تمام الموجوده. فانا بعمل كنترول من خلال كنترول يونت والجوريزمز تمام، تقدر تعمل لي تحكم في البطاريه. طبعا انا بشوف حالات شحن البطاريه اللي احنا بنسميها اس او سي، احفظ الكلمه دي اس او سي، ستيت اوف تشارج، ستيت اوف تشارج اس او سي، وده بارامتر مهم جدا هنحكي عنه ان شاء الله في محاضره كامله بالتفصيل. بقدر اشوف حالة البطارية الصحية من ناحية تمبريتشر اللي احنا بنسميها الستيت اوف هيلث، او بيسموها SOH اللي هي ستيت اوف هيلث. بقدر برضو ادي اوامر واتحكم في الثيرمال مانجمنت، ان انا اقدر اعمل تحكم حراري على البطارية، وكمان اعمل باور اوبتمايزيشن ان انا افضل او اوصل لافضل وضع للباور اللي بيطلع من البطارية من خلال عمل اوبتمايزيشن من خلال الكنترول يونت اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا انا بقدر اربط البي ام اس تمام باي كابلات تانية او اي اي سي يو تمام الكتريك كنترول يونت من خلال كوميونيكيشن او من خلال كابلات لعملية التواصل وقراءة البيانات والتحكم فيها. الهدف من الفيديو ده ان احنا نوعي الناس ان مفيش خوف من بطاريات السيارات الكهربية، لان في نظام بالبلدي اسمه باتري مانجمنت سيستم. الباتري مانجمنت سيستم بيقيس او بيعمل حمايات على ثلاث حاجات رئيسيين. رقم واحد الكرنت، التيار، وانت خايف التيار يزيد او يقل عامل لك بروتكشن عليه وحمايات، وناس قاعده تراقب التيار ده وبتاخد اكشن. رقم اتنين الجهد، ان الجهد يزيد او يقل برضه عامل لك حمايات لو الجهد زاد او قل وهو بياخد اكشنز. رقم تلاتة التمبريتشر، والناس بتخاف منها وهو برضه عامل لك عليها حمايات ويقدر ياخد منها اكشن لو حصل فيها اي مشكله. يبقى انت عندك كرنت وفولتج وتمبريتشر، وتقدر تشوف الستيت اوف هيلث اس او اتش، وتقدر تشوف الستيت اوف تشارج اللي هي حاله شحن وتفريغ البطاريات، وتقدر تعمل فول كنترول على البطاريه من خلال نظام الباتري مانجمنت سيستم. فنظام البطاريات في السيارات الكهربيه نظام آمن بنسبة كبيرة جدا، فالناس ما تخافش من بطاريات السيارات الكهربية، لان احنا بنقول في نظام البطاريات وفي الكنترول على البطاريات اللي احنا بنسميه الباتري مانجمنت سيستم.
او نظام ادارة البطاريات او نظام التحكم في البطاريات. اشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالسيارات الكهربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.